مساء الخير. نهار اليوم كانت رياح نشطت السرعة، وصلت درجة الحرارة في العاصمة عمان ل 18 درجة مئوية. هاي الليلة رح تكون الأجواء غائمة، رح توصل درجات الحرارة في العاصمة عمان 12 درجة ونسبة الرطوبة 61%. غدا نهارا أجواء غائمة وأمطار متوقعة مع ساعات المساء، رح تسجل درجات الحرارة نهارا 18، بالليل رح تنخفض ل 11 درجة. الأربعاء والخميس أجواء غير مستقرة، بتنخفض درجات الحرارة مع عودة الأجواء الباردة والماطرة، رح تسجل نهارا 13، بالليل رح تنخفض ل 8 درجات. وهلا رح نستعرض درجات الحرارة في المدن الأردنية. البداية رح تكون من المناطق الشمالية، أجواء غائمة، جرش 13 وعجلون 13، غدا 19، إربد 12 وغدا 18 وأجواء غائمة. المفرق 10، غدا 18، الزرقاء 11 وغدا 20، أجواء غائمة وباردة نسبيا. هاي الليلة مطار ملك علياء 11، غدا 20، السلط ومادبا 13 وغدا 19 وأجواء باردة نسبيا. البحر الميت 19، غدا 25، أجواء غائمة ومعتدلة، الكرك والطفيلة 12 وغدا 18. معا أجواء باردة 8 درجات وغدا 20 درجة، العقبة 14 وغدا 24 وأجواء مغبرة. رواشة 9 وغدا 22. ملخص الطقس خلال الأيام القادمة، أجواء غائمة الليلة وغدا صباحا أجواء غير مستقرة صباح يوم الأربعاء وعودة الأجواء الباردة والماطرة يوم الأربعاء. وهلأ رح ننتقل لدرجات الحرارة لمدن ودول حول العالم.